تتزايد حدة الانقسامات بين أجنحة تنظيم الإخوان الإرهابي وخصوصا في تركيا المحطة الأخيرة للجماعة في رحلة هروبهم من مصر عقب إزاحة حكم الجماعة في ثورة 30 من يونيو 2013. وتسعت الهوة بين الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة بعدما سلمت تركيا عددا من المحكوم عليهم للسلطات المصرية ومنهم هارب من حكم غيابي بالإعدام. منذ هروب العديد من قيادات الإخوان من مصر في أعقاب ثورة 30 من يونيو عام 2013، مارسوا الإرهاب المدعوم من الأنظمة والدول التي تنقلوا للإقامة فيها، لكن الجماعة مؤخرا بدأت تعاني الانشقاقات، مما يطرح العديد من الاستفسارات حول مستقبل هذه الجماعة على المدى المنظور. السجل الإرهابي لجماعة الإخوان وأنصارها في مصر خلال السنوات الماضية بحسب الأجهزة المصرية المعنية تضمن العديد من الهجمات والحوادث الإرهابية، سقط خلالها العديد من الضحايا ونفذها عناصر منتمية أو متعاطفة مع الإخوان. رحلة هروب رموز الجماعة تضمنت محطات رئيسة بدأت بالسودان ثم قطر ومن بعدها تركيا، محطات فرعية هي ماليزيا وبعض دول أوروبا وأمريكا الجنوبية وكوريا الجنوبية. فأصبحت تركيا المحطة الرئيسية الكبرى لهذا الهروب. النهاردة بدأ الإخوان يصنفون العناصر هناك، يعني في تصنيف، في مشكلات حدثت أخلاقية ما بينهم وصلت لأقسام الشرطة، في اتهامات متبادلة حول الأموال وصلت لأقسام الشرطة، في صراعات داخل القنوات الفضائية وصلت لأقسام الشرطة والقضاء التركي. جانب من الانشقاقات داخل كيان جماعة الإخوان تكشف مؤخرا إثر تسليم السلطات التركية عددا من المحكومين الهاربين ومنهم أحد الهاربين من حكم بالإعدام إلى السلطات المصرية، ما أوجد حالة من الرهبة والتوتر بين العديد من العناصر الهاربة هناك، ومع التأرجح البادي في العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية والدولة التركية تولدت استفسارات وتكهنات حول التقارب التركي القطري، رغم استمرار مساعي السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى إجبار قطر على التوقف عن دعم الإرهاب. أردوغان يعلم أن مصر ذات ثقل استراتيجي مهم وهناك تعاون أمني واستخباراتي واقتصادي مع القاهرة، فضلا عن الاستثمارات الضخمة التي تنفذها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ما يعني أن الحسابات التركية تعي جيدا أن قطر لا يمكن أن تعوض تركيا عن تلك الدول الأربع. نجاح الحكومة المصرية في تأكيد وجودها في المحافل الدولية كقوة سياسية فاعلة يراه متابعون سببا إضافيا لحدوث انقسامات في صفوف الإخوان. محمد صلاح الزهار، سكاي نيوز عربية، القاهرة. ومن القاهرة ينضم إلينا الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية أحمد بان. مساء الخير أستاذ أحمد، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. هل بالإمكان بالفعل الحديث عن انشقاقات داخل تنظيم الإخوان، أم أن ربما الأكثر دقة الحديث عن تغير ربما في العلاقة بين تركيا وهذا التنظيم بعد تسليم أنقرة لهؤلاء المحكومين ومنهم شخص محكوم عليه بالإعدام إلى السلطات المصرية؟ مساء الخير يا أستاذ مهند. في حقيقة الأمر نحن نتحدث عن حالة من حالات التشظي الفكري والتنظيمي، هي الأخطر في تاريخ الجماعة التي جاوز عمرها 9 عقود الآن. ربما قبل أكثر أو أقل من عام التأم اجتماع مهم داخل إسطنبول تحت عنوان 90 عاما على تأسيس جماعة الإخوان، بدأ فيه عزم الإدارة التركية على الدخول على خط الخلافات التنظيمية داخل تنظيم الإخوان الذي انشق فعليا إلى 3 أقسام. القسم الأول لا زال يمثله محمود عزت، يريد أن يعود بالجماعة إلى نفس الشكل التقليدي الذي يعتمد التقية السياسية ويعتمد في عمليات العنف والإرهاب على تنظيمات رديفة ليس لها علاقة عضوية مباشرة معه، مثل تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية في مرحلة تاريخية سابقة وما تبقى منهم في المشهد الحالي. قسم آخر ربما لا زال يغلب فكرة وجود نظام خاص للجماعة
وحمل وزر هذا التصور محمد كمال الذي لقي عضو مكتب الإرشاد الذي لقي مصرعه قبل أكثر من عامين في العام 2016 والذي كان يراهن على استعادة ما يسمى بالجناح العسكري أو النظام الخاص في حسم المعركة مع النظام السياسي المصري. الجناح الثالث ربما أو القسم الثالث يرى أن الجناحين هما عبء على حركة الجماعة وعبء على مستقبلها بالرغم أنهم أن هذا الفرع لا يتوفر على وجود تنظيمي كبير لكنه لا يرى في القسمين يعني فرصة لعودة التنظيم من جديد لا في الوجه السياسي ولا في الوجه الدعوي بين قوسين. وبالتالي هذه الخلافات الفكرية والتنظيمية هي الأخطر حدثت في مصر وكان لها انعكاس في الدول التي فر إليها الإخوان. منذ وقت مبكر حاولت تركيا أن تظهر حضور هذا التنظيم في أكثر من دولة كقوة ناعمة للتنظيم أو عملاء بالأحرى للتنظيم يحاولون تسويق المشروع التركي لاستعادة ما يسمى بالخلافة وهو الهدف الأثير لدى الإخوان ولدى السلطان العثماني الجديد. يبدو أننا ربما أمام مرحلة من مراحل الإدراك لدى النظام التركي أن التنظيم هو مركب غارقة لا يمكنها أن تعوم أي فكرة وبالتالي ظهرت مثل هذه المواقف التي تؤشر إلى طلاق ربما بين الطرفين. هل هذه القيادات التي أشرت إليها في هذه الأجنحة الثلاثة معظمها على الأقل مقيم في تركيا اليوم؟ يعني لو تحدثنا عن قادة الجناح الأول فمحمود عزت هو القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان يليه في هذا الهيكل القيادي محمود حسين المقيم في إسطنبول والذي يحتفظ بمحفظة الجماعة ويحتفظ بالقدر الأكبر من إدارة ما يسمى بالمكاتب الإدارية للجماعة في مصر وفي مع التنظيم الدولي أبرزهم ربما إبراهيم منير. على الجانب الآخر سنجد قيادات مثل عمرو دراج ويحيى حامد وغيرها من الشخصيات التي كانت شخصيات هامشية في السابق قبل اغتيال محمد كمال ربما هم أقرب إلى جناح محمد كمال وإن حاولوا أن يتوسلوا بواجهات حقوقية أو واجهات سياسية في التعبير عن خيارهم أو مشروعهم. لكن تركيا الآن ربما تتشكك في مدى قدرة محمود حسين على جمع شتات التنظيم بالنظر إلى أنه لا يمكن على نحو دقيق أن نقدر حجم كل فريق أو حجم كل فصيل بالنظر إلى الواقع الأمني الذي يواجه التنظيم سواء في مصر أو في غيرها من الدول. طب أين تقف تركيا أستاذ أحمد إزاء هذه الأجنحة الثلاثة التي أشرت إليها؟ هل تركيا تدعم طرف على حساب طرف آخر وربما جاء تسليم هذه العناصر ترجمة ربما لمثل هذا الانحياز التركي؟ تركيا ترى في جناح محمود حسين تحديدا وهو الجناح الذي يتبنى التقية السياسية والمكر السياسي العميق كيانا أقرب لها أو إدارة أقرب لها وأطوع لها في تحقيق مصالحها وأهدافها مقارنة بالمجموعات الأخرى التي ربما تتأبى على قيادة تيار محمود عزت وبالتالي على توجيهات القيادة التركية وربما هذا ما يشرح ما جرى في هذا المشهد الذي تكرر ربما في لندن قبل أكثر من عام عندما خرجت مجموعة تنتمي لمحمد كمال لكي تعقد اجتماع تنظيمي في العاصمة لندن وهددها إبراهيم منير أو أرسل لها رسالة واضحة أنهم إذا التأم هذا الاجتماع فإنه سيبلغ السلطات البريطانية وبالتالي الأمر يعني أمر الوشاية المتكررة للأجهزة الأمنية هنا أو هناك تكرر ولا زال يتكرر في العديد من المحطات وليس هذا الحادث هو الحادث الأول وربما لن يكون الأخير. الدعم التركي هذا أستاذ أحمد لهذا الفصيل إلى أي مدى يمكن أن يسهم في زيادة الصدع في صفوف هذا التنظيم؟ أنا أتصور أنه سيعزز الصدع لأن هذا التوظيف المكشوف ربما أسفر عن غضب متصاعد داخل صفوف التنظيم وبدأ أن
جبهة محمود حسين تتورط في جرائم أخلاقية كما تفضلتم في تقريركم، وصلت إلى أقسام البوليس تحت أكثر من عنوان، وبالتالي فكرة الأخوة وهي فكرة مركزية داخل التنظيم انهارت بشكل واضح، المصداقية الأخلاقية انهارت بشكل واضح، كل دعاوى ما يسمى بالربانية والرسالية وغيرها من الدعاوى الزائفة بدأت أنها انكشفت إلى حد كبير، وهذا لا شك يساعد في إنهاء ما تبقى من مصداقية الجماعة لدى أعضائها، وبالتالي يعزز حالة الانقسام والتشظي وصولا إلى الانهيار الكامل. في الدقيقة المتبقية أستاذ أحمد، أشرت إلى كلمة طلاق قبل قليل بين تركيا وبين هذا التنظيم، هل تتحدث طلاق بين هذه الفصائل، هذه الأجنحة التي لا تدعمها تركيا، أم تتحدث عن التنظيم بشكل عام؟ يعني أنا أتصور أن التنظيم شأنه شأن كل التنظيمات، له دورة حياة، وأنا أتصور أنه وصل إلى مرحلة النهاية، يلفظ أنفاسه الأخيرة، لم يعد قادرا على دعم أي فكرة أو دعم أي تنظيم أو دولة أو حتى دعم نفسه، وبالتالي لا يصلح كوسيلة يلجأ هذا النظام أو ذاك لتوظيفها، بالنظر إلى حالة التضعضع الفكري والتنظيمي التي تضربه منذ العام 2014. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد بان، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، كان معنا من القاهرة.